الوصفة اليوم راح نستخدم عجانة هوم أليك من قصر الأواني. أنا عندي الكيكة هذه كيكة القرع، جربوها لذيذة. راح نخلط جميع المقادير الجافة مع بعض ونحطها بالعجانة ونضيف عليها السكر الأبيض والسكر البني، وراح نخلط الجوافة كلها مع بعض لين ما تختلط شوي كذا أقل من نص دقيقة، وبعدين أضيف عليها البيض والزيت ومعجون القرع، بعدين أقلبهم مع بعض لين ما يمتزجون وأحطهم صينية. بعد ما تستوي ما أحكي لكم عن الريحة، أنا ما أكل قرع بس صدق صدق ما كان فيها قرع، طعمها لذيذ مرة مرة. جربوها وعطوني رأيكم بالوصفة، خليك طالكم يا من جوا تشوفونها. بنات الكيكة خرافية، لازم تجربونها.